السلام عليكم أعزائنا طلبة المرحلة الرابعة في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، معكم مدرس المساعد كروان عزيز ومحاضرة أخرى من محاضرات مادة إدارة الجودة. محاضرتنا راح تكون الجزء الثالث من الفصل الخامس الرقابة أو ضبط الجودة. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون استكمالا لـ 7 Quality Tools أو لأدوات الجودة الـ7، وفيما يخص اليوم الرسوم البيانية الجرافس. الرسوم البيانية هي وسائل لعرض وتوضيح البيانات بأشكال متنوعة تهدف إلى مساعدة المختصين في تشخيص المشكلة أو صفة الجودة من خلال توضيحها بطرق بيانية مختلفة وموزعة على فئات زمنية متشابهة، طبعا منها الرسم البياني. ونقدر نوضح الرسم البياني بواسطة هذا السؤال. هنا عندنا مثال يبين طول المدة بين إصدار إعازة الاتصال وتحقق الإجابة من مركز خدمة الزبون في إحدى شركات الهاتف النقال. فنشوف هنا عندنا المدة بالثواني راح تكون عندنا من 1 إلى 2 ثانية، من 2 إلى 3 ثانية، من 3 إلى 4 ثانية، ومن 4 إلى 5، هذه مدة الإجابة طبعا، من 5 إلى 6 ثانية. عدد المكالمات عندنا 12، 22، 13، 11 و16، فراح يكون عندنا عدد المكالمات مع مدة انتظار الإجابة. عدد المكالمات راح نبدي بأقل شيء، طبعا شنو عندنا هنا؟ عندنا 11، فالأرقام متقاربة فمو مشكلة إذا بدينا من 0، 5، 10، 15، وطبعا إحنا ما نحتاج أكثر من 25 لأنه عندنا أعلى قيمة هي 22، وراح نبدي هسه نوصل. المدة من الثواني من 1 إلى 2 اللي هي مدة الإجابة عندنا 12، فرح نبحث عن رقم 12، فرح نخلي هنا إكس عليه، فقط نخلي إكس. من 2 إلى 3 مدة الإجابة 22، فأيضا نبحث عن 22 ونخلي عليها إكس. من 4 إلى 3 مدة الإجابة 13، وأيضا نوصل إلى مقابلة إلى 13 ونخلي إكس. وعدنا رقم 14، وأيضا راح نخلي آخر شيء راح تكون عندنا 16. فمجرد أنه إحنا نوصل بين النقاط المحددة فقط، هكذا يكون الحل. بالنسبة لمخطط الأعمدة المنفردة أيضا تقريبا نفس اللي شرحناه سابقا في الهيستوغرامز، لكن أعمدة هنا راح تكون متفرقة. هنا عندنا سؤال، هنا هذا مثال يشرح طبيعة عمل مخطط الأعمدة المنفردة، وسؤال عبارة عن جدول ويبين كميات التلف في الإنتاج لستة أشهر. عندنا هنا الأشهر وعندنا كمية التلف، طبعا هنا المجموع ما راح نحتاجه في هذه الحالة. فدائما نخلي بالنا انه دائما المدة نخليها في على المحور الأفقي والكميات تكون على المحور العمودي. بالنسبة للأشهر من 1 إلى 6 راح تكون هنا مرتبة بهذه الطريقة وبطريقة منسقة ومتساوية. كمية التلف أكيد راح نبدي نشوف أقل كمية وأعلى كمية حتى نبدي ننسق. هنا نشوف الكميات، ممكن نبدي ننسق المخطط عندنا من 10 وإلى أن نصل إلى 80، طبعا ما نحتاج 90 لأنه إحنا أقصى شيء عندنا هنا هي 80. فراح نبدي نحل. الشهر الأول عندنا كمية التلف 30، فالشهر الأول طبعا منفرد راح يكون منفصل عن الخط العمود اللي مقارب له. فعندنا الشهر الأول نشوف أنه رقم 1 يتوسط العمود حتى يكون الرسم بطريقة مرتبة. فالشهر الأول 30، عندنا الشهر الأول يقابل 80، الشهر الثالث يقابل 60، والشهر الرابع يقابل 75، والشهر الخامس 44، والشهر السادس يقابل 50. ومجرد أنه نرسم إحنا بهذه الطريقة ونظلل بطريقة مرتبة فينتهي الحل. أما بالنسبة لمخطط الشطيرة فهو عبارة عن دائرة يتم تجزئتها إلى قطاعات بحسب نسبة البيانات إلى مجموع درجة الدائرة. شنو معنات هذا؟ نعرف أنه إحنا أنه مساحة الدائرة هي 360 درجة، فشلون نقدر نحول هذه الأرقام إلى درجات؟ طبعا إحنا أول شيء نحتاج نجمع المجموع بالنسبة لكمية التلف. راح نجمع 30 زائد 80 زائد 60
زائد 75 إلى الأخير، فراح تكون عندي 339. هنا راح يكون عندي المجموع. هسه آخذ واحد واحد، راح آخذ الشهر الأول اللي هو 30، وأبدي أقسمه على 339 وأضربه في 360، فراح تكون الحل بهذه الطريقة. هنا عندي الشهر الأول مثل ما معروف عندنا 30، أقسمه على المجموع 339، راح يطلع عندي رقم، وأرجع أضربه في 360 درجة حتى أحوله إلى درجة. فهنا صار عندي تقريبا 32، لازم أخلي علامة الدرجة هنا. فبما أنها 31.8 وصار عندي 31، إذا صار عندي 32 درجة. بالنسبة للشهر الثاني راح يكون عندي 80 تقسيم المجموع اللي هو 339، وأرجع أضربه في 360، مساحة الدائرة 360 درجة، طلع عندي 84.9، إذا 85 درجة. يعني أتمنى أنه أنتم تخلوها وياي. فإذا هذه 85 درجة. الثالث راح يكون عندي 60 تقسيم 339 أضربه في 360، فراح تكون عندي 63.7، إذا 64 درجة، وهكذا إلى أن أكمل وأبدي أقسم الدرجة. طبعا حتى تكون عندي سهولة التقسيم، أول شيء أقسمها بالوسط وأبدي أحسب حسب، يا أما حسب النظر أو تكون عندنا الأداة اللي خاصة بحساب زوايا الدائرة، فأكيد راح تكون مضبوطة بهذه الحالة 100%. فراح نخلي الدرجات هنا راح تكون 82، هنا 85، هنا 64 و79 و47، وأخيرا راح تكون عندي 53 درجة، وخلاص ينتهي هذا مخطط الأعمدة المزدوجة. هو مشابه لمخطط الأعمدة المنفردة، لكن راح يكون عندي هنا عمودين، فأحتاج في كل مرة في كل عمود يكون له لون مخصص. مثلا عندي الشهر الأول عندي المنتوج سين 30، فأخليه 30. المنتوج صاد 50، أخليه 50، لكن كل واحد بلون محدد حتى أقدر أميز. بالنسبة للشهر الثاني عندي المنتوج سين 80، إذا المنتوج سين أخليه 80. المنتوج صاد عندي 70، فأخليه 70. دائما أحدد المنتوج الأول لون والمنتوج الثاني لون حتى يكون الرسم بشكل منظم. إلى هنا تنتهي محاضرتنا. ألتقيكم إن شاء الله بالجزء الأخير من الفصل الخامس بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم.